إذاعة سلطنة عمان. الفصول كلها، الفصول كلها، الأسرار العذبة التي للينابيع، الأراجيح التي تذهب بنا بعيدا إلى السماء الزرقاء، إلى السماء الزرقاء، الأشجار الكثة العالية. هكذا تمنحنا الكتابة هداياها وأشواقها، شفافيتها المدهشة، هواءها الذي يغسل رئاتنا من الصدى وقلوبنا من الغبار. في هواء الكتابة، في هواء الكتابة، رحلة أسبوعية يصحبكم فيها صالح بن علي العامري، إخراج شمس الريسي. في هواء الكتابة، في هواء الكتابة، أصدقائنا، أهلا بكم في هواء الكتابة. عبر هذه الحلقة نذهب وإياكم إلى هذه المحطات، صور العديدة ليست أنا والعازفة، قصيدتان لميسون صقر، قصيدة حب في ذكرى رحيل الشاعر السوري عمر أبو ريشة. ما هي حكاية أول قصة قصيرة كتبها سليمان المعمري ومحمود الرحبي؟ ما هو التراث؟ ما معناه؟ وما هي أوهامه؟ رؤيتان يقدمهما كل من فؤاد زكريا وجابر عصفور. قصة للأطفال للقصة أمام اللواتي. نرحب بكم مرة أخرى في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتاب. سلم لي عادي، قل له إني بسلم عادي، بوس لي عيني، قل له إني ببوس عيني، أنت يلي بتفهم علي. سلم لي عادي، ميسون صقر من الأصوات الشعرية الشفيفة تسحب وراء لغتها إرثا كاملا من الحنين والأمكنة المختزنة في قيعان الذات. ولدت عام 1958 في الشارقة،
أنجزت العديد من المجموعات الشعرية، منها هكذا أسمي الأشياء: الريحقان، وتعني هذه الكلمة الزعفران، كما صدر لها جريان في مادة الجسد، البيت الآخر في عتمته، تشكيل الأذى، رجل مجنون لا يحبني. أقامت ميسون الكثير من المعارض التشكيلية باعتبارها مبدعة تزاوج بين الشعر والتشكيل. نستمع إلى ميسون صقر من خلال قصيدتين لها، هما الصور العديدة ليست أنا والعازفة. لما سحرت، لما أيقظتني المياه في الجبل، كان ذيلي يطوي الموج، كنت من دهشتي أرتعد. لما دخلت البحر، لما أفتنتني زرقة، تأملت حياتي وأفلتت المكر، ما كنت ساذجة حينها. الروح تحط من شريان لآخر، تنهمر إذ انثنيت. كان الريش طائرا، هيأت نفسي، كنت على شفا الزلل، مرقت فوعيت، غير مبرهنة على الخشب الضامر فيا، غير تدحرج على سطح أملس ما رأيت. لملمت هذا العكوف وشففت على أرض منبسطة. أخافني في الضحك، ظلي يخبث والمكر يغمض عينيه. لا حد لي، وهذه القدم تذهب للسرطان، هذا الصدر يزأر في الليل باحثا عن غنيمة تؤرق نومي، هذه اليد التي كلما شحذتها فاجأتني، وليس حبيبي معي كي أطمئن، ليس معي غير هذه الجثث التي تنام فيا. أعددت لذاتي منحدرا، كنت قد أيقنت انهزامي، أدخل هكذا حربة بخاصرتي، ويدي تشقق غيمة، ليست هكذا دهشتي. كلما وددت ارتدادا، ظل ما يردني بمحاذاة القدم. العازفة. العازفة في الخلف تنظر بحقد للراقصين، لو مرت لحظة أخرى لتنامى حقدها في العزف حتى أطربت هذه الجوقة التي أربكها الكفوت. لأنها تطير من النافذة، لأن الستارة حمراء، تنجرح الغرفة برفق في خدها، ولا تصمد أصوات الريح في صوتنا، ولأن الستارة حمراء ستسقط الغرفة مصابة بالرغبة، سيسقط الضوء مشكولا في رئتيها، وتخرج السجاجيد والكراسي مهرولة، لأنها تطير من النافذة، لأنها تستقطب حولها المراهقين للحلم فيها، وعلامة ستكون لهذا البيت. كنا مع الشاعرة ميسون صقر من خلال قصيدتيها الصور العديدة ليست أنا والعازفة. فضلا عن كتابتها الشعرية وحضورها الفني، صدر لميسون روايتها ريحانة، كما كتبت سيناريوهات للأطفال وفيلما قصيرا هو خيط وراء خيط. Thank you.
هواء الكتابة. في هواء الكتابة. عمر أبو ريشة شاعر سوري، ولد لأم فلسطينية في بلدة منبج التابعة لمحافظة حلب السورية عام 1911، ورحل عن عالمنا في 14 من يونيو من عام 1990، ودفن في حلب التي عمل فيها مديرا لدار الكتب الوطنية. كتبت على شاهدة قبر الشاعر الأبيات الآتية، وكان الشاعر قد كتبها: إن يسألوا عني وقد راعهم أن أبصروا هيكلي الموصدا، لا تقلقي، لا تطرقي خشعة، لا تسمحي للحزن أن يولد، قولي لهم سافر، قولي لهم إن له في كوكب موعدا. في الدقائق المقبلة نتعرف على أول تجربة حب أنطقت عمر أبو ريشة شعرا وهو دون 20 من عمره، من خلال هذه القصيدة. أول ما تعرف الشاعر إلى الحب وهو في الفجر المبكر من العمر دون 20، قال: أفقت مع الحلم المسفر على نغم شارد مسكر، تدفق يسكب في قلبك الطري ربيع الحياة الطري، فألفيت دنياك غير التي درجت عليها، ولم تشعري مفاتن ري الجمال الحيي مجنحة بالهوى المبكر، وأنت عليها انفلات الحبيس من الطيب في البرعم الأخضر. رويدك لا تزحمي بالرؤى، خيالك يا عفة المئزر، أنا حفنة من رماد المنى على مجمر الزمن الأزور، هويتك في غصة المؤمنين إلى جرعة من فم الكوثر، وفوق جفوني عصاب الذهول، فلم أتبصر ولم أبصري، ظلمتك ظلم انهيار الخيال على يقظة الشاعر العبقري. عمر أبو ريشة وقد أنطقه الحب شعرا دون 20 من عمره، رحل عمر أبو ريشة عن عالمنا في 14 من يونيو من عام 1990. عذبة أنت كالطفولة كالأحلام كاللحن كالصباح الجديد كالسماء الضحك كالليلة القمراء كالورد كابتسام الوليد. عذبة أنت كالطفولة كالأحلام كاللحن كالصباح الجديد كالسماء الضحك كالليلة القمراء كالورد كابتسام الوليد. أنت 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 ما أنت ما أنت، أنت رسم جميل عبقري من فن هذا الوجود،
أنت تحيين في فؤادي ما قد مات من أمس. السعيد الفقيد أنت 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 ما أنت ما أنت أنت رسم جميل عبقري من فن هذا الوجود. أنت تحيين في فؤادي ما قد مات من أمس. السعيد الفقيد وتبثين رقة الشوق والأحلام والشجو والهواء في نشيدي. وتبثين رقة الشوق والأحلام والشجو والهواء في نشيدي. عذبة أنت كالطفولة كالأحلام كالحريق كالصباح الجديد كالسماء الضحك كالليلة القمراء كالورد كابتسام الوليد. ما حكاية كتابة أول قصة قصيرة كتبتها؟ طرحنا هذا السؤال على عدد من كتاب القصة القصيرة في عمان. ربما نستكشف عبر هذا السؤال الظروف الأولى التي أحاطت بالكاتب أو تلك التي رافقته، ونتعرف على الهاجس الذي دفعه للكتابة، وما مدى الجدية أو اللهو الذي انطلق منه الكاتب، وعما إذا كان السبب تقليدا محضا أم رغبة ملحة في التعبير عن الذات. نستمع فيما يلي إلى القاص محمود الرحبي في إجابة له على سؤالنا. يشكل النص الأول البذرة التي نبتت وتشجرت في عالم الخيال، أو تلك التي متحت نسغها ولبها من المزاوجة بين عالمي الواقع والخيال وشقت طريقها من خلال هذا التعشيق بينهما. فالقص هو الجنس الأدبي الذي يمتلك مقدرة على تجنيح الواقع والإقلاع به إلى آفاق جديدة. وهذا النص الأول قصة كانت أم شعرا أم مقالة بالنسبة لأي كاتب متحقق لاحقا يشكل نوعين من الذكرى. النوع الأول يتعلق بذكرى المحفز الذي دفع الكاتب لأن يكتب، وهذا المحفز في العادة يكون واقعيا ويحمل هيئة الوقع الصادم أو الحميم كفقدان عزيز أو وطن أو أمل أو التقاء حبيبة أو حتى سفر. والنوع الثاني من الذكرى هو الشكل الذي ينبني عليه هذا البوح، وهذا الشكل عادة هو من يمهد الطريق الواضح للكاتب ومن خلاله في أغلب الأحيان يتشكل الكاتب حسب النوع الأدب الذي يسلكه لاحقا، قاصا أو روائيا أم شاعرا أو كاتب مقالة. بالنسبة لي قصة انبلاج الحلم عند الغصق النص الذي انقدح إثر رحيل أخي مبارك في نهاية الثمانينات من القرن المنصرم الشرارة الأولى لهذا البوح. هذه القصة التي ولدت إثر رحيل مفاجئ والتي ولدت وكأنما لتعوض هذا الغياب الفيزيقي
كانت الدفق الأول بالنسبة لي. وقد نشرت القصة في الملحق الثقافي بجريدة عمان في ذلك الحين. هذه القصة للأسف الشديد فقدتها، ولكن أثرها ووقعها والحالة التي عشتها وأنا أكتبها ما زالت ترتعش حية بين جوانحي. كان ذلك القاص والروائي محمود الرحبي في إجابة له على سؤالنا عن حكاية أول قصة قصيرة كتبها، موضحا أن الفقد هو محركه الأساس الذي ألجأه إلى الكتابة. أما الكاتب سليمان المعمري فيتخير لنا حكايتين بدل الحكاية الواحدة، وذلك من خلال تذكر أول قصتين قصيرتين كتبهما أثناء دراسته الجامعية. نستمع إلى حكايتي سليمان المعمري. لن أتحدث عن قصة واحدة في هذه الشهادة، بل قصتين اثنتين. هما أول قصتين كتبتهما في حياتي، وكان لهما دور كبير في توجهي إلى القصة. ولكن قبل ذلك سأتحدث عن الظروف التي سبقت كتابتهما. دخلت قسم الفنون المسرحية بالجامعة وأنا مشروع شاعر صغير يكتب بعض قصائد الحب العمودية المصطنعة التي كانت تعجب بعض الأصدقاء وزملاء الدراسة، إضافة إلى بعض القصائد النبطية المصطنعة أيضا والتي لن تعجب إلا خالي زاهر الذي كان بدوره ينظم قصائد لا تقل عنها اصطناعا. على الضفة الأخرى، كان أستاذي هانم طاوع رئيس قسم الفنون المسرحية يعدني لأصبح كاتبا مسرحيا من خلال تكليفي بإعادة كتابة بعض النصوص المسرحية الغربية برؤية عمانية، الأمر الذي سيسفر لاحقا عن كتابة مسرحية الكوميدية اليتيمة شكرا حاول مرة أخرى، والتي تنبأت من خلال عنوانها على ما يبدو بمصيري ككاتب مسرحي. في خضم هذا كله كانت القصة تلوح من بعيد من خلال انضمامي لجماعة الخليل بن أحمد للأدب العربي في الجامعة، ومن خلال متابعتي للقصص الفائزة في مسابقات الجامعة المختلفة أو مسابقات المنتدى الأدبي. وكان أكثر اسمين يتكرران من الأسماء الفائزة بهذه المسابقات هما سالم ألتوية ويحيى سلام المنذري، الطالبان اللذان سبقاني لجامعة السلطان قابوس بعدة سنوات. كان هذان الاسمان العمانيان يمثلان لي آنذاك وأنا في بداية تعرفي بجنس أدبي اسمه القصة القصيرة علامة الجودة للقصة. وكم كانت سعادتي كبيرة بالتعرف على سالم ألتوية وهو في سنته الأخيرة بالجامعة عن طريق صديقنا المشترك عبد الله خميس. أذكر أنني سألته بسذاجة في لقائنا الأول أو الثاني لم أعد أذكر، لماذا دائما قصصك حزينة؟ وأذكر أنه اكتفى بالابتسام ولم يجب، ولعله كان يسخر مني في سره. ثم اكتشفت بعد ذلك أن معظم القصص العمانية حزينة، ونادرا ما نقرأ قصة لا تدور في فلك الفقد والخسران المبين. في سنة الأخيرة بالجامعة وهي سنة 1995 كتبت النص القصصي الأول الذي أذكره ولا أنساه، ليس فقط لأنني دخلت من خلاله إلى عالم القصة، ولكن لأنه أيضا كاد أن يحمل عنوان مجموعة الأولى لولا أنني غيرت العنوان في اللحظة الأخيرة. النص كان عنوانه شيء ما مزق قلب السنجاب، وكتبته في الجامعة إثر قصة حب فاشلة. وطبعا السنجاب هو أنا لا غيري. لم يكن الهدف من كتابة هذا النص الدخول في عالم القصة بقدر ما كان الهدف التخفف من ألم فقد الحبيبة والبوح للآخرين بهذا الحب. البطل طالب جامعي كان ينتظر وحيدا في قاعة الدرس قدوم طالبة ليبوح لها بحبه، وأثناء هذا الانتظار سمح للتداعيات النفسية واللغوية أن تنثال عليه إلى أن جاءت اللحظة الحاسمة
ووصلت الطالبة فباح لها البطل بحبه، وانتهت القصة برفضها هذا الحب. كان نصا تنفيسيا إن شئتم. تصادف أن عرضته على الصديق عبد الله خميس الذي كان القارئ الوحيد لي آنذاك، فشجعني على نشره ففعلت. كان نصا ساذجا، وكان قراري صائبا بحذفه من مجموعة القصصية الأولى، رغم أنني ما زلت أحتفظ حتى اليوم باللوحة الجميلة التي رسمها لي الفنان يوسف البادي كغلاف للمجموعة بناء على قراءته لهذه القصة بالذات، حيث رسم سنجابا حزينا يتقاطر الدم الأحمر القاني من قلبه. ورغم هذا أرى الآن بوضوح أنني ما كنت لأدخل عالم القصة لولا هذا النص، إن أهميته الأعظم في كونه أرشدني إلى طريق لم أجرب سلكه من قبل ككاتب، طريق الحكي والسرد. أفضل طريقة للتخلص من الألم أن نحكيه. منذ ذلك النص وأنا أحب السرد بغض النظر من تحقيق نجاحات فنية فيه من عدمه، فقد كنت واحدا من جيل شباب الجامعة من القاصين العمانيين الذين ظهروا في عمر تنحصر كل خبرتهم في الحياة في الغرفة الجامعية وقليل من القراءات، ولذا كان طبيعيا أن تكون لذواتنا الهيمنة في قصصنا الأولى. كتبت ذات مرة في شهادة لي عن كتابتي أن اختياري للقصة لم يكن اختيارا أدبيا، بل هو محض اختيار شخصي. كانت القصة بالنسبة لي طريقة لحفظ التوازن وترميم النفس وتعويض الخسارات. لم يكن هدفي أن أكتب قصة فنية، بل أن أعيد صنع حياة لم أعشها، أن أبني العوالم وأهدمها ثم أتنفس الصعداء قائلا ها قد صرت. لذا كانت قصة الأولى ضعيفة فنيا، ولكنها أراحتني على المستوى الإنساني بشكل كبير. قلت إن سالم آل توية كان يمثل لي علامة جودة في القصة، وهذا بدوره سيقودني إلى قصة الثانية التي لم تكن إلا تقليدا لعوالم قصته حين تركنا مطرح، التي نشرها في مجموعته الأولى المطر قبيل الشتاء سنة 1994، وكانت قبل ذلك قد فازت بجائزة المنتدى الأدبي. إنجاز لي أن أسرد تلك القصة باختصار، أعني قصة سالم آل توية، سأقول إنها قصة خريج جديد عاطل عن العمل يمشي في مطرح مع صديقه حمود عبد الله ويلعن العالم الذي لم يوفر له وظيفة بعد. وكانت هذه هي بالضبط ظروف النفسية في النصف الثاني من عام 1995 بعد أن تخرجت وبقيت في مسقط لأبحث عن عمل. كان هذا البقاء يحتاج إلى سكن، وكان علي أن أسكن مع أحد الأصدقاء الذي لم يكن سوى صديقي وزميلي الذي لم يتخرج بعد من قسم الفنون المسرحية جابر الحراسي. ومن هنا ولدت قصة كم أحسدك يا جابر، التي كان لها عنوان آخر هو مقاطع من سيرة حياة فاشل، ويكفيكم هذا العنوان لتحدثوا مضمونها. لم أهدف بهذا النص لأن أكتب قصة بقدر ما كنت أهدف إلى التنفيس عن كم هائل من الإحباط. وحدث أن شاركت بهذه القصة في مسابقة المنتدى الأدبي لذلك العام، وكانت مفاجأة مذهلة لي أن تفوز بجائزة. لحظتها توقفت أمام نفسي وقلت يا سليمان أنت قاص. لحسن الحظ لم يكن وعي آنذاك يساعدني على طرح بعض الأسئلة البديهية، عن أي جائزة تتحدث؟ ومن المشاركون في المسابقة؟ وهل فازت قصتي لأنها تستحق أم لقلة القصص المشاركة؟ وهل يشارك القاصون المتحققون أصلا في هذه المسابقة أم أنها فقط للمبتدئين أمثالي؟ قلت خلال حوار صحفي بعد ذلك بسنوات إن تلك الجائزة كانت الأهم في حياتي، ورغم أنني فزت بعدها بجوائز أخرى إلا أنني أكرر أن تلك الجائزة هي الأكثر أهمية حتى من جائزة يوسف إدريس، فقد كنت كاتبا مبتدئا يبحث عن طريق كتابة
ولا يعرف أي طريق يسلك، فجاءت هذه الجائزة لترفع معنوياتي وترشدني إلى طريق لم أكن قبلها قد فكرت جديا في سلكها. وإلا فما فائدة الجائزة إن كانت كطوق النجاة الذي يلقى للغريق بعد أن ينجو ويصل إلى الشاطئ، كما علق ساخرا مرة برنارد شو. كان ذلك القاص والروائي سليمان المعمري متحدثا عن أول قصتين قصيرتين كتبهما. بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق، بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق، بكرة بتشتت الدنيا على القصص المجرحة، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى. بحكي عنك يا حبيبي لأهالي الحي، تحكي عني يا حبيبي لنبعة المي، بحكي عنك يا حبيبي لأهالي الحي، تحكي عني يا حبيبي لنبعة المي، ولما بيدور السهر تحت قناديل المسا بيحكوا عنك يا حبيبي وأنا بنتسى، بيحكوا عنك يا حبيبي وأنا بنتسى. في هواء الكتابة، في هواء الكتابة، ما هو التراث؟ ما هي المعاني الكامنة في داخله؟ كيف نفهم جوانبه المادية والروحية؟ كيف نقف على عتباته؟ وكيف ندخل إليه أو يدخل فينا؟ عن معنى التراث يحدثنا المفكر فؤاد زكريا. يعني التراث ليس ثروة موروثة، لابد أن نفرق بين التراث وبين تلك الكمية من المال التي يمكن أن يرثها الإنسان عن أبيه وعن أجداده. هناك فارق أساسي بين الاثنين. التراث ليس مجموعة من الكنوز النفيسة الموضوعة في صندوق والتي تنقل إلينا أو تقدم إلينا كما هي ونحاول نحن أن نحافظ عليها. لا، التراث هو في أساسه قوة متحركة، شيء ديناميكي كما يقولون. حياته كلها تكمن في حركته، وإحياء التراث بشكله القديم يمكن أن يكون مطلوبا ويمكن أن يكون مفيدا، ولكن الأهم من ذلك هو توظيف هذا التراث كقوة حية في حياتنا. ولذلك يجب أن ننظر إلى التراث على أنه نقطة بداية معينة، ونقطة البداية هذه طرأت عليها تحولات وتغيرات كثيرة. خلال هذه التحولات والتغيرات يظل التراث حيا بمعنى ما، ولكنه يختفي بمعنى آخر. عناصر فيه يتجاوزها التطور باستمرار، ولكن روح معينة فيه يمكن أن تظل باقية. يعني مثلا عندما يتحدث الأوروبيون عن
الحضارة اليونانية القديمة باعتبارها تراثهم لا يعنون على الإطلاق أنهم يعيشون بنفس الأفكار التي قدمها إليهم أرسطو وأفلاطون أبدا، وإنما يقصدون أن هنا كانت نقطة بداية خصبة أدت إلى سلسلة من التطورات أوصلتهم إلى ما هم عليه الآن. ما دامت قد أدت وظيفتها في هذا التوصيل وساعدت على أن تكون نقطة الانطلاق نحو تقدم كبير في المستقبل، عندئذ نستطيع أن نقول إن التراث قد أدى وظيفته وأن له الفضل الكبير في تحقيق هذا التقدم، رغم أن كل عناصره يمكن أن يقال أنها اختفت من الحياة المعاصرة. أتصور أننا يجب أن تكون لنا نظرة مماثلة إلى التراث، لا ننظر إليه على أنه مجموعة من البقايا أو المخلفات الثابتة التي ينبغي أن نتقيد بها، وإنما ننظر إليه على أنه أشبه بمنصة القفز في السباحة، شيء يساعدنا على أن نقفز عليه، على أن ننطلق نحو مزيد من التقدم ونحو مزيد من التطور. طبعا يعني هذا رأي لا يشاركني فيه الكثيرون، ولكنني أؤمن به، وأعتقد أننا لو طبقناه لكنا نحفظ للتراث جميله وفضله علينا من جهة، وفي نفس الوقت لا نعوق تقدمنا وتطورنا من جهة أخرى. كنا مع الأكاديمي والباحث المتخصص في الفلسفة فؤاد زكريا. فؤاد زكريا من مواليد بورسعيد المصرية عام 1927، وقد رحل عن عالمنا في عام 2010. ترى كيف نحول التراث إلى طاقة خلاقة، وكيف نفيد منه، وكيف يمكن أن يسهم في صنع مستقبلنا؟ للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها يطرح الناقد جابر عصفور رؤية تتعلق بالخلاص من 5 أوهام في فهمنا للتراث. أول هذه الأوهام والذي يتحكم في علاقتنا الخاطئة بالتراث هو أننا نفر إلى التراث لنعود إليه، نلتمس منه العزاء ونستبدل بصورة الحاضر الشائع صورة الماضي التراثي المجيد، فتنقلب الهزيمة الواقعية إلى انتصار على مستوى الخيال المستعاد من الماضي، وذلك بتأثير الآخر الأجنبي علينا. في المساحة المقبلة نتعرف على الأوهام الأربعة الأخرى والتي ينبهنا جابر عصفور إليها في قراءتنا للتراث وفي علاقتنا به. نستمع إلى جابر عصفور. الوهم الثاني هو أننا نخلط في التراث بين الديني والبشري، ونسقط صفة الدين على كل التراث، متناسين أن هناك فرق بين الدين من حيث هو دين والنصوص التي كتبها البشر عن الدين، فشروح الأحاديث ليست في منزلة الأحاديث، وتفاسير القرآن الكريم ليست في منزلة القرآن الكريم. نحن للأسف نخلط خلطا بين الدين والبشري، ونسقط أحيانا بعض الصفات الدينية على الإنتاج البشري، فنعطي للإنتاج البشري في التراث قداسة تمنع السلف من أن يؤثر تأثيرا إيجابيا في الخلف، وتمنع الخلف في الوقت نفسه من أن ينظر نظرة نقدية إلى ما أتى به السلف. وإذا أضفنا أن التراث له حضوره التاريخي الممتد
حتى من قبل الأديان، وأن حضوره لا يمكن أن يقتصر حتى على نظرة مذهبية واحدة في النظر إلى الدين، وأنه أكبر من ذلك وأوسع، وأنه في آخر الأمر تراث بشري من صنع البشر صنعه أسلافنا. وبما أن هذا التراث قد صنعه البشر فإنه يقبل أن يتصف بالخطأ والصواب، ويقبل أن يتصف بالخير وبالشر، ويقبل أن يكون متصفا بالنفع أو بالضرر، وهذا أمر طبيعي لأنه من صنع البشر. وما دام هذا التراث من صنع البشر فينبغي أن يكون موقفنا منه موقفا من كل جهد بشري، لا سبيل إلى الحكم عليه إلا بإعمال العقل الذي يبدأ من منفعة الإنسان ويحقق له الخير في الأرض كلها. أما الوهم الثالث فهو نتيجة للوهم السابق، فنحن نتصور نتيجة هذه القداسة التي نصف بها التراث وهو لا يتصف بها في حقيقة الأمر، نتصور أنه أفضل تراث بين الأمم، ونؤول أحيانا معنى الآية الكريمة كنتم خير أمة أخرجت للناس على أن تراثنا أيضا خير تراث أخرج للناس، ناسين أن هذا التراث له وضعه التاريخي بين تراثات كل الأمم، وينبغي أن ننظر إليه من هذا المنظور. ولا ينعكس هذا الأمر على وجود التراث فقط، بل يمتد إلى فهم اللغة نفسها، فنحن نفهم اللغة العربية وهذا منذ القديم على أنها أفضل لغات العالم. وقد كان البلاغيون القدماء عندما يتحدثون عن البديع أو المجاز يصفونه بأنه خاصية من خصائص اللغة العربية وحدها، ناسين أن المجازات وأن البديع وأن الخاصية الأدبية خاصية موجودة في اللغات كلها. لكن بما أننا كنا أفضل الأمم فلا بد أن تكون لغة التراث هي أفضل لغة بين اللغات، ولا بد أن يكون أدبها أفضل أدب بين الآداب. وبقدر ما يوقعنا هذا في تقديس التراث وتوثينه فإنه يغلق أعيننا عن التعامل مع أي تراث آخر، وأهم من ذلك أنه يغلق أعيننا عن النظر إلى الواقع الذي نعيش فيه في تحوله صوب المستقبل. هذا الوهم الثالث مرتبط بوهم رابع مبثوث في ثقافتنا، وهو وهم مؤداه أن الماضي دائما أفضل من الحاضر، وأن الزمن بدل أن يسير إلى الأمام فإنه ينحدر إلى أسفل، وأن الآتي دائما يأتي بالشر بعكس المتقدم. وقد كان نقاد الأدب قديما عندما يتحدثون عن الشعر الجديد بالقياس إلى الشعر القديم في أيام بشار وأبي نواس وأبي تمام كانوا يقولون إن أشعار القدماء بمنزلة المسك والعنبر، كلما حركته ازداد طيبا، أما أشعار المحدثين فبمنزلة الريحان، يشم يوما ثم يرمى على المزبلة. وهكذا كل جديد يشم يوما ثم يرمى على المزبلة، أما القيمة الحقيقية فهي للماضي. وهذا أمر مرتبط بمفهوم أن الزمان في نقصان دائم، وهذا أمر حتى على المستوى الأدبي الخالص يجعلنا دائما ونحن نفكر في أي تجديد نتطلع دائما إلى الماضي. هذا الوهم الرابع بإيجاز يؤدي إلى وهم خامس لعله نتيجة كل الأوهام السابقة، وهو أننا نعود إلى التراث
وصفه الإطار المرجعي لكل شيء في حياتنا. أعني أننا بدل أن نتأمل هذه الحياة التي نحياها وهذا الواقع الذي نعيشه ونبحث فيه عن خصوصيته ونتأمل ما يطرحه علينا هذا الواقع من أسئلة تتعلق بما نعيشه فعلا، فإننا نحاول أن نعود إلى الماضي لنأخذ أسئلته هو كي نجيب عنها نحن، بدل أن نتأمل الأسئلة التي يطرحها علينا واقع. وأهم من ذلك أننا عندما نتأمل أي جديد يطرأ فإننا لا نتقبل هذا الجديد إلا بعد أن نجد له سندا من الماضي. كان ذلك الناقد جابر عصفور متحدثا عن 5 أوهام في علاقتنا بالتراث وفي وعينا بحضوره فينا وحضورنا فيه. الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى. الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى. الحب لا تحلو مسائله إلا إذا غنى الهوى ليلى. تسألني ترى هل سافرت ليلى. دروب الحي تسألني ترى هل سافرت ليلى. وطيب الشوق يحملني إلى عينيك يا ليلى. إلى عينيك يا الكتابة. في هواء الكتابة. الكتابة للأطفال فن استثنائي، خصوصا لأنه موجه بالدرجة الأولى إلى الأطفال، غير أنه يمكننا أن نقول غير ذلك أيضا. فكاتب أدب الأطفال حين يكتب قصة قصيرة أو شعرا للأطفال يكون بشكل مباشر أو غير مباشر قد حاول أن ينزع عنا جلد الذئب، جلد الكبير، جلد المتردد بالأسئلة الاجتماعية المضادة للطفولة. إنه أي الكاتب يحاول أن يزحف إلى طفولاتنا وأن يتقوى بالخيال السامي والرفيع لكي يجبر الكبير الذي فينا كي يطأطئ ويخضع للأسئلة الأولى، للفهم البادئ، للغيوم التي كانت تدثرنا منذ الأزل بألحفتها الشفافة. هنا نموذج لقصة كتبتها أمام اللواتي للأطفال ولنا نحن أيضا. العجائب السبع في بيت خيال. في يوم من الأيام
في مدينة غريبة بعيدة يقال لها الآجام، وفي إحدى أزقتها المتماثلة الأحجام، بل في آخر 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 أزقة الآجام عاش أطول الأطفال. لم يكن بطيئاً أو عنيداً أو كسولاً، كان فقط أطول الأطفال، كان فقط أغرب الأطفال. هكذا كان اسمه خيال. خيال كان يسكن في آخر آخر الآجام، ولكن والده لم يكن يحب العيش في زقاق متساوي الأضلاع، وحيث أن كل الآجام متماثلة الأحجام، فقد قرر والده أن يرحل إلى المدينة المثلثة. لكن خيال أطول الأطفال كان يحب مدينة الآجام بكل أشكالها المتماثلة الأحجام، ولذلك قال لوالده يوما: لا ترحل، وسآتيك بغرائب الأحجام، بكل البلورات والإسطوانات والمثلثات، وبكل المربثات والمستطائرة والمكعبثات، فأنا أطول الأطفال في الأحجام، المدينة المتماثلة الأحجام. وهكذا رحل خيال إلى قرية قريبة من الهضاب، حيث يصنع سكانها المثلجات من السحاب، وحيث توجد أطول الإسطوانات، تلك التي تميل في كل الاتجاهات، وأجمل هذه الإسطوانات كانت تدعى منال. نالت منال على إعجاب خيال، فحملها على ظهر عربته وانطلق نحو قرية اسمها الإنس المغرد، حيث غرائب الصوت والشدو العذب، وحيث كل المغردين في شدوهم متقنين لصوت العصافير والرياح وتساقط المطر وتمايل الأشجار وأمواج البحر ورقص البشر. أمضى خيال أياما ولياليا ينصت للتغاريد، ومن ثم حمل كل ألحان قرية الإنس المغرد ذات الشكل اللولبي وأفرغها في منال الإسطوانة الجميلة. وسار خيال مجددا نحو قرية الأسرار الرهيبة، حيث يوجد أعجب الأسوار شكلا، فلا هو بالمستطيل ولا هو بالمربع ولا هو بالمكعب. أمسك خيال بالسور ذو الأحجام وطواه كما تطوى الأوراق، لم يكن ذلك سهلا مع سور يتخذ شكل المستطيل حين يضحك، والمربع حين يحزن، والمكعب حين يفكر. ومن هناك رحل خيال إلى مدينة مخفية تدعى أستس البهية، ولأن خيال هو أطول الأطفال على الإطلاق فقد استطاع رؤيتها دون عناء. لم تكن أستس البهية بالمدينة العادية، كانت بها جنائن وشرفات دائرية وأبواب ذات قوائم وسقوف دائرية تسكنها الحلزونات الرخوية. احتضن خيال أستس البهية وبحرص أسكنها على ظهر عربته، وسريعا غادر واحة المدن المخفية إلى الصحراء الهرمية، تلك المعلقة بين السماء والأرض الثلجية. كل الصحراء هرمية، كل الكثبان والعضايات والشوكيات، حتى أنفاس البشر تتخذ شكل الأهرامات، لكن الصحراء لم تكن تبدأ من شيء ولم تكن تنتهي إلى شيء. أخرج خيال من جيبه المهيب سلالم من الورد العطري، صعد بها إلى الصحراء المعلقة، وحمل ثلاثا من الكثبان الهرمية، عاد بها إلى عربته الوفية. ومن هناك، حيث لا شيء يدرك إلا بالفؤاد، سار خيال طويلا في القفار إلى أضخم جوهرة في الدنيا، واجتاز صحراء أزواد الملحية، حيث لا ماء ولا عشب ولا ظل، فقط جمال محملة بالملح ولا غير سواه، حتى وصل إلى الجوهرة المطمورة بالرمال، تلك المسمات تمبكتو. تمبكتو النائية النائية النائية، حيث يحتفظ الملك بخزائن الملح في أعماق الجوهرة، لا شيء سوى الملح والملح والملح. كل بيوت تمبكتو مصنوعة من الحرير، وكل نوافذها من النحاس الأحمر، وفي حدائقها تنمو توابل سحرية، وفي وسط تمبكتو يسكن الفاروق صاحب أجمل تمثال على الإطلاق، رجل الأسطورة في تمبكتو النائمة، حامي خزائن الملح الملكي. كان للرجل الأسطوري وجها بيضاويا
وذراعين على شكل اسطوانة وملامح وجه باللورية. أفرد خيال لرجل الأسطورة مكانا في العربة. لابد إذن من شكل الأخير وتصبح العربة الوفية جاهزة للعودة. هكذا قرر خيال الطفل القادم من مدينة الآجام. في سفن بغير بحار مرئية رحل خيال إلى مدينة السفر، مدينة المغادرين إلى بحار الجهات الأربع، وحيث أبعد جرف صخري توقف خيال بالموكب الرحال. إنها ملوخة، مدينة النقاء، تبدو حينا وتختفي حين آخر، تتحرك فيها كل ظلال، لكنها رغم ذلك ساكنة عن الحركة. في ملوخة كل ألوان الدنيا البيضاء، لا شيء سوى الألوان البيضاء، لا شيء سوى النرجس والياسمين، لا شيء سوى السحب الشاردة تغطي شواطئ الأرض والسماء، وأمواج البحر بيضاء بيضاء، وكل الحوريات تملك ضحكات بيضاء. في ملوخ النقاء حتى الليل يأتي ناصع البياض، لكن أعاجيب ملوخ البيضاء أصغر من أحجارها المرمرية. في ملوخ مدينة النقاء تمتد أقواس من حجر المرمر النقي، تغوص في أعماق البحر وتمتد على كل الأرض، أقواس أقواس أقواس. حمل خيال أقواس النقاء وغادر الدنيا إلى مدينة الأزقة المتماثلة الأحجام، إلى زقاق بيته المتساوي الأضلاع. وحين وصل آخر 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 الأحجام، حمل أشكاله السبع وصفها بدون نظام في منزله الواقع بآخر زقاق من أزقة الأحجام. ومنذ ذلك اليوم تغير ترتيب المنازل في المدينة، وصار منزل خيال يبدأ من أول مدينة الأحجام، وفي أول زقاق من أزقة الأحجام. أمام اللواتي وقد قرأت لنا أمام موقد الحكاية قصة للصغار العاشقين للقصص، وللكبار الذين تقطعت بهم السبل في الخيال. إلى الملتقى بكم في لقاء آخر في هواء الكتابة. إعداد وتقديم صالح بن علي العامري، إخراج شمس الريسي. في هواء الكتابة، في هواء الكتابة.